وهذه فضيلة الشيخ سائلة من فرنسا تقول: إن عندها ولدان وتريد أن تنجب أولادا آخرين، وزوجها يمنعها من ذلك، وعذره أنه لا يتفاهم معها ولا يدري هل سيبقيان مع بعضهما أم لا، فتسأل: هل يجوز أن تحمل دون إذنه؟ لا يجوز، لا تجوز لها إجابته بمنع الحمل، إجابته لمنع الحمل لا تطيعه في ذلك، لأن هذا معصية، لأن الحمل مطلوب، مرغوب في الحمل، كثرة النسل، فلا تجيبه إلى ذلك، ولو حملت الحمد لله، هذا زيادة خير. نعم.